مع لواء. هنا بلشنا بالرسالة. بشو بلشنا؟ بالمدرسة الدولية للإبداع 5 نيسان. يعني أنا بلشت بالمكان وبلشت بالزمان، يعني مكان وتاريخ كتابة الرسالة. هذا أول قسم من أقسام الرسالة. شو بيقول هون؟ حضرة الأهل المحترمين. نحن بالإنجليزي بنقول dear parents مثلا. أوكي. طيب بدي أسأل سؤال. حضرة الأهل المحترمين، لما بيقول الكاتب هالرسالة حضرة الأهل المحترمين، هو عم يحكي بطريقة رسمية ولا مش رسمية؟ يعني هو عم بيكون formal ولا informal؟ لا formal. رسمية. أحسنتم. إذا نقول formal لأنه العلاقة بين المدير وبين الأهل بتكون علاقة رسمية، صح؟ فإذا هيدي شو بسميها أنا بالعربي كقسم من أقسام الرسالة؟ يعني كيف عم بيخاطب هذا المدير؟ كيف يخاطب المدير الأهل؟ هو يخاطبهم بطريقة رسمية. هي بسميها عبارة الخطاب. واضح؟ نعم. واضح يا لواء؟ نعم. أوكي. عبارة الخطاب في إلها اسم تاني إذا صادفناه بكرة بالامتحان، عبارة الافتتاح. يعني كيف افتتح رسالته؟ افتتحها بحضرة الأهالي المحترمين. طيب أنا كمان هون رح أسأل سؤال. من شو بتتألف عبارة الافتتاح؟ مثلا مين المرسل إليه هنا؟ المرسل إليه لمين بعت الرسالة؟ دكتور وطفة. بعت الرسالة الدكتور وطفة، بس لمين بعتها؟ بعتها للأهل المحترمين. أهل التنفيذ. بس اسأل عن المرسل إليه. انتبهوا، المرسل إليه يعني لمين انبعتت الرسالة. المرسل إليه هون هو الأهل فقط. نعم. كيف؟ طيب شو قال عن الأهل؟ بشو خطبهم؟ بأنهم شو؟ المحترمين. بيقال عن الأهل. فإذا بما أنه قال عن الأهل أنهم محترمين، فإذا هيدي كلها بسميها عبارة الافتتاح وعبارة الخطاب، بس هيدي لحالة الأهل بسميها المرسل إليه. وضحت؟ وضحت؟ لوا وضحت؟ ولا بعيد؟ كفت؟ لا وضحت. وضحت. أوكي. هلأ حبلش أنا أقرأ الفكرة وأعطي بس فكرة عنها. أوكي؟ بداية نكتب إليكم هذه الرسالة لنتأكد من أنكم تعتنون بأنفسكم جيداً وتمارسون التباعد الاجتماعي، خصوصاً في ظل هذا الوباء العالمي الذي يجتاحنا. يعني هنا عم بيقول المدير الدكتور محمد وطفة البروفيسور إنه نحن نكتب. انتبهوا يا ريما أولي، ولما منقول نكتب ليش ما قال أكتب؟ قلت نكتب لأنه عادة بالرسالة الرسمية اللي هي بالفورمال لتر بيكون المدير عم يحكي بصيغة الجمع، بصيغة البلورال، ليفرج احترام للأهل. واضحة؟ نعم. واضحة لوا؟ يعني ما بقول أكتب بالرسالة الرسمية، مستحيل. يعني أنا بدي أحكي بصيغة الجمع. هو يكتب هذه الرسالة ليتأكد من أن الأهل يهتمون بأنفسهم جيدا في ظل ماذا؟ الوباء يلي هو الكورونا. واضح؟ يعني عم يعتنوا بأنفسهم، عم يهتموا بحالهم، وتمارسون التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي هو أنه عدم الاحتكاك بين الأشخاص، يعني عدم الاختلاط. واضح؟ بس ما تكونوا فهمين شيء قولوا لي، أنه بس أنا ما فهمت لحتى أرجع. كما نعلم جميعا ولأسباب خارجة عن إرادتنا اضطررنا إلى إغلاق المدرسة. صار في إغلاق للمدرسة بسبب هذا الوباء. فالأدلة المتزايدة في الآونة الأخيرة باتت تشير بأن خطوة الإقفال هذه كانت الطريقة الوحيدة التي تضمن لنا اجتياز الفيروس التاجي. يعني الخطوة ما هي الخطوة لوا؟ ما هي الخطوة التي تضمن لنا أنه سنجتاز هذا الوباء؟ شو هي الخطوة اللي كانت الخطوة المثالية؟ شو الستاب اللي كانت لازم نعملها لحتى نجتاز هذا الوباء؟ إقفال هذه إقفال شو المدارس؟ واضحة؟ المدارس. نعم؟ التباعد الاجتماعي؟ لا يا هيدا، أنا عم أقول الخطوة. أحسنتي، واحد منهم ممكن يكون التباعد الاجتماعي، بس أنا في حال سألت بكرة بالامتحان إنه شو هو السبب الرئيس، بتقولوا لي خطوة الإقفال. فهمنا؟ نعم. أوكي. في حين أن الحكومة اللبنانية وتحديداً وزارة التربية والتعليم العالي كانت قد اتخذت في الآونة الأخيرة بعض الإجراءات للحماية من وضبط انتشار هذا الفيروس. يعني وزارة التربية أخذت بعض الإجراءات، أخذت بعض الستابس
لحتى تحمي الناس من هذا الفيروس، واضح؟ ولكن بمستجدات هذه الحالة يمكن أن تلجأ إلى مجموعة من القرارات المستقبلية حول مصير العام الدراسي. يعني من الممكن أن وزارة التربية في المستقبل تباعاً لتطورات هذا الفيروس إما أن تتخذ قرار إنهاء العام الدراسي أو قرار استكمال العام الدراسي، هذا بالتبع على تطورات الفيروس. بناء على ما سبق نود، مش أود هون، بنقول نود لأنه بالجمع، أن نؤكد بأننا نحن في المدرسة الدولية للإبداع نبذل كل الجهود المطلوبة لنضمن استمرار ونجاح العملية التعلمية. يعني بالرغم من خطوة الإقفال اللي اتخذتها وزارة التربية، ما زالت المدرسة الدولية للإبداع عم تبذل كل الجهود من قبل الأساتذة لحتى يستمر أو تستمر هذه learning process، العملية التعليمية، حتى لو أونلاين. واضح؟ واضح. وبالتالي ضمان قدرة المتعلمين على مواصلة تعليمهم. كيف عم تقدر المدرسة الدولية للإبداع توصل فكرة التعليم أو فكرة الأونلاين للتلاميذ؟ عن طريق شو يا ريما؟ رسالة؟ لا، عن طريق شو؟ بدنا الأساسية، نحن لنحدد إنه teaching online عن طريق شو عم تعمل المدرسة الدولية للإبداع، إما لواء أو إما ريما؟ ما عن طريق الانترنت، عن طريق يعني بنقول البرامج التكنولوجية المتطورة، technological programs. اوكي، واحد منهم التكنولوجيكال بروجرام هو الزوم، فهمنا كيف؟ طيب في شيء صعب لهون؟ نو. اوكي، انا عم حاول جاوب على اسئله البطاقه من خلال انا وعم بشرح، يعني عم بسالكم اسئله البطاقه حتى تكونوا في الامتحان. حيكون بكره هيك عن رساله، حيكون بكره عن الرساله. شو بتعملوا انتم بكره بالامتحان؟ نص الرساله بيكون قدامكم يا مس، بس اي ساعه؟ الساعه 6 حيكون مفتوح للساعه 9. اتفقنا؟ الصبح ولا الليل؟ لا، بالليل. أميح. يلا. وبغض النظر عن القرارات التي قد تتخذها وزارة التربية والتعليم العالي في القادم من الأيام، فإننا سنواصل العمل بخطتنا الحالية عن طريق تزويد متعلمينا بالمصادر والمراجع الضرورية الداعمة لتقنية التعليم عن بعد. إذا نحن عم نستخدم هون تقنية التعليم عن بعد يلي هي الأونلاين تيتشينج، يعني إذا صدفنا بكرة بالامتحان هالكلمة معناتها الأونلاين تيتشينج. واضح؟ طيب، واضح. بدي أسأل سؤال. لنفترض أن وزارة التربية والتعليم العالي في المستقبل حددت أنه نحن سنضطر إلى إنهاء العام الدراسي، هل المدرسة الدولية الإبداع ستلتزم بهذا القرار من خلال الذي قرأته الآن؟ تعمل أونلاين، يعني حتلتزم بالقرار المدرسة الدولية الإبداع، حتوقف الأونلاين تيشن، حتوقف التعليم؟ حتلتزم. انتبهي، لأنه نحن لحقين شعار ناطين لا يقول إذا بخلص ولا لا. آها، لا، بدك تنتبهي هون شو بيقول البروفيسور الدكتور وطفة. سنواصل العمل بخطتنا الحالية، يعني بغض النظر إذا وزارة التربية حددت إنهاء العام الدراسي، إدارة المدرسة الدولية للإبداع ستواصل، رح تكمل بالخطة، رح تكمل بخطة التعليم عن بعد. واضحة؟ يعني بناخد الشهادة بس منكمل درس؟ نعم؟ يعني بناخد الشهادة بس منكمل درس ولا؟ هلأ رح تشوفي شو رح نكمل هون. هذا عم يعطيكي كل المعلومات عن الخطة تعول المدرسة. أوكي. يعني بكرة هيدي إذا جبتها صح أم خطأ لازم تعرفوها. أوكي؟ أوكي. فضلاً عن إجراء تقويمات رقمية بشكل أسبوعي. شو يعني التقويمات الرقمية برأيكم؟ يعني الأونلاين كويزز، يس، بشكل أسبوعي. نحن عم نعمل الأونلاين كويزز يلي هي التقويمات الرقمية بشكل أسبوعي، يعني كل أسبوع. ليش أنا عم بعمل هالأونلاين كويز؟ لتقييم مدى اكتسابهم للأهداف التعلمية. يعني أنا لواء أو ريما شرحت هذا الدرس الآن، أنا أريد أن أختبركم غداً إن كنتم فهمتم أهداف هذا الدرس أم لا. فهمنا كيف؟ رح نشوف شو هي الإجراءات المتخذة من قبل المدرسة، وهذه الإجراءات المتخذة من قبلنا ستستمر تلقائياً ريثما يحين موعد العودة إلى المدرسة. يعني هالإجراءات رح تستمر لحتى نعود إلى المدرسة أو حتى ننهي كل الأهداف المتعلقة بالمنهاج الدراسي. فهمنا كيف؟ وشو عم بيقول؟ كما أننا قد نتيح لهم فرصة التخرج عبر العالم الافتراضي. يعني إذا كانت وزارة التربية حددت إنهاء العام الدراسي
لنفترض مثلا بان الصف التاسع والثاني عشر اللي عندهم امتحانات ما خضعوا للامتحانات الرسميه، يعني قد المدرسه الدوليه للابداع تلجا الى تخريجهم عبر التعليم عن بعد. وحتى انتم بتترفعوا، حتى انتم بتترفعوا للسنه التاليه عبر نظام التعليم عن بعد من خلال السمستر 4. فهمنا كيف؟ يعني بتترفعوا يعني سمستر 3 هلا ولا 4؟ سمستر 4 يعني بتطلعوا على السمستر 4. فهمنا كيف؟ طيب انا طرحت سؤال بالبطاقه. اول سؤال كنت طرحته بالبطاقه انه شو هي عباره الخطاب. عرفنا شو هي عباره الخطاب ولا بعيد؟ عيد اعجيها بعد مره اكيد. يلا مش مشكله، خلينا نحن هون لحتى نستفيد. هيدي نحن اقسام الرساله. اوكي بلشت انا بالرسالتي. طيب سؤال يا لواء، وين هي عباره الخطاب او عباره الافتتاح؟ حضرة الأهل ولا حضرة الأهل شو كفي؟ حضرة الأهل ماذا؟ المحترمين. أحسنتي. هيدي كلها عبارة الخطاب أو عبارة الافتتاح. ماشي. من هو المرسل إلي هنا يا ريما؟ المرسل إلي الأهالي. الأهل. أحسنتي. الأهل المحترمين. لا ما تقول الأهل المحترمين، الأهل فقط. الأهل. بس إذا بقول عبارة الخطاب أو عبارة الافتتاح هذه العبارة كلها واضحة لإلنا؟ طيب. أرجعت سؤال تاني أنا. لوا، لماذا اضطرت المدرسة الدولية للإبداع لاتخاذ خطوة الإقفال؟ عشان بدنا نقوم بدنا نجاوب من الفقرة الأولى، أوكي؟ يلا. لماذا اضطرت المدرسة الدولية للإبداع أن تتخذ خطوة الإقفال؟ مش كتير واضحة ثاني. لا لا، أنا عندي وقت كامل. كمان أنا طريقة ناشية. الأسباب خارجة عن لأنها أحكي لوا وليه وين لقيتيا؟ شفتي خطوة الإقفال وين يا لوا؟ لأن أنا الطريقة الوحيدة التي تضمن لنا اجتياز. آها، فإذا خطوة الإقفال كانت الطريقة الوحيدة التي تجعلنا نجتاز هذه المحنة أو نجتاز هذه المشكلة، لأنه إذا نحن كنا بالمدارس كلنا حننعدي من هذا الفيروس. فهمنا كيف؟ أنا عم حاول وصلها بطريقة تفهموها أكثر. فهمنا لهون؟ أنا هلأ عم ضوي على الأسئلة اللي رح تنطرح بالامتحان، انتبهوا. طيب، من خلال هالفكرة يا لواء أو ريما. نعم. طيب رح أطرح سؤال. ما هي الإجراءات التي اتخذتها المدرسة الدولية للإبداع لدعم تقنية التعليم عن بعد؟ يعني شو الستابس اللي أخذتها المدرسة الدولية للإبداع لتدعم الأونلاين تيتشينج؟ عم يعملوا إجراء تقويمات. شفنا كيف يا لواء، اول خطوه هي اجراء تقويمات رقميه يعني اونلاين كويزز. فهمنا؟ نعم. ثاني خطوه تزويد متعلمينا بالمصادر والمراجع الضروريه. المصادر والمراجع الضروريه يا صبايا هن كل الاهداف، الفيديوهات المسجله، الباوربوينت، المحاضرات الباوربوينت، بطاقات العمل، حتى الزوم لايف. هيدا كمان مصادر ومراجع خاصه لندعم تقنيه التعليم عن بعد، لنعزز تقنيه التعليم عن بعد. يعني اذا بكره انا جبت شو هن الاجراءات، بكون تقولوا للتقويمات الرقميه والمصادر والمراجع الضروريه. واضح؟ حيكون قدامنا ناس مثل ما قلت هيدا وقت الامتحان. قلت لك يا مس وقت الامتحان انت شو بتعملي؟ تفتح النص قدامي. واضح؟ ايه. وين بكون النص؟ موجود على الابلكيشن. فيك تقيمي عن الابلكيشن. الامتحان على السوكراتيف ولا على السوكراتيف؟ يا اتفقنا؟ اتفقنا. فينا نكمل؟ يا طيب، نحن على يقين. ركزوا لي هون.
نحن على يقين بأن الظروف الاجتماعية تتفاوت وتتباين بين أسرة والأخرى، والأمثلة كثيرة على ذلك لناحية عدم توافر العدد المطلوب من الحواسيب لدى بعض الأسر، ناهيك عن وجود العديد من الأبناء في العائلة الذين يدرسون في وقت واحد وقد لا يمتلكون في هذه الحالة إلا حاسوباً واحداً. مين فهم ماذا تعني هذه الأسطر الثلاث؟ فيك تتبع عادية أو تسطري عليها؟ يس. نحن على يقين بأن الظروف الاجتماعية تتفاوت بين أسرة وأخرى، والأمثلة كثيرة على ذلك لناحية عدم توافر العدد المطلوب من الحواسيب، بس قول حواسيب يعني الكمبيوترز، لدى بعض الأسر، ناهيك عن وجود العديد من الأبناء في العائلة الذين يدرسون في وقت واحد وقد لا يمتلكون إلا حاسوباً واحداً. يعني بالفصحى، حاولي بالفصحى يا لواء، بفصحتك الخاصة. أن العالم لا يملكون الأجهزة المطلوبة. أحسنتي. لكي يدرسون عن بعد. لكي يدرسوا عن بعد. فهمنا كيف؟ فهمنا. يعني الظروف الاجتماعية social conditions بتختلف بين عائلة والتانية. في عائلة تمتلك حواسيب، تمتلك كمبيوترات لتشاهد مثلاً التعليم عن بعد، وعائلات أخرى لا تمتلك. في عائلات عندها العديد من الأبناء، مثلاً عندها 4-5 أبناء دون أن يشاهدوا المحاضرة، ولكن لا يمتلكون إلا حاسوب واحد وهذا لا يكفي. هذا أول يعني كلهم مش بنفس الصف، فلان خامس سادس سابع. نعم، العديد من الأبناء. عرفنا كيف؟ في عنا أسر مثلا ما عندها كمبيوترات أو ما عندها حواسيب بالمرة، وأسر أخرى لديها العديد من الأبناء ولكن يدرسون على حاسوب واحد، هذا لا يعزز عملية التعليم عن بعد. هذا أول صعوبة اجتماعية بتواجه عملية التعليم عن بعد، أو ممكن تثبت فشل التعليم عن بعد. فهمنا كيف؟ أو بفشل عملية التعليم عن بعد. كما أن بعض الأسر لا تمتلك طابعات أو آلات تصوير في منازلها. شو يعني هيدي؟ برينتر. يعني في أسر ليس لديها آلات تصوير، يعني لا تستطيع مثلا أن تطبع بطاقات العمل الموجودة على تطبيق المدرسة. فهمنا كيف؟ لازم نطبعون؟ لا مثلا لا، عم نحكي يعني في عالم، في عالم مثلا ترغب، في ناس ترغب ان تطبع بطاقات العمل مثلا ليحلوا. نحن مثلا انا بطبع كل شيء لاخواتي. اوكي، اتفقنا كيف؟ نعم. طيب، كما ان البنى التحتية التي تشتمل على الكهرباء والانترنت خصوصا لناحية التقنين الحاصل في خدمات الكهرباء، وكذلك بطء الانترنت الزائد لا تسعف كثيرا في تعزيز عملية التعليم عن بعد. بس قول كلمة تعزيز بالانجليزي يعني reinforcing online teaching، تسهيل أو تسهيل. طيب، شو هو الصعوبات الاجتماعية اللي ذكرت بهيدول اللي قريتهم الآن؟ أنا إن البنى التحتية التي تشتمل على الكهرباء والإنترنت خصوصا لناحية التقنين الحاصل في خدمات الكهرباء وبطء الإنترنت لا تسعف في نظام التعليم عن بعد. شو هن السببين؟ في صعوبتين اجتماعيتين هنا. الانترنت وال انت البطء بالانترنت هيدا دائما بنواجهها، وشو بعد؟ وعد الحاسوب. لا، الحاسوب حكينا عنه، بدي بهالجمله غير بطء الانترنت. ما الذي ذكر غير بطء الانترنت؟